طيب عايز اخدك شويه عشان كنت بتكلم في الكلام ده بقالي كذا يوم الاسماعيلي. على ضوء مشاهدتي ومتابعتي للاسماعيلي ما شفتش ابدا في حياتي الاسماعيلي في الوضع ده، ما اعرفش ما سبق كان ايه، ولكن في حياتي انا ما تابعتش الاسماعيلي في الوضع المتازم ده. كان الاسماعيلي ساعات يعاني، يبقى في وسط الجدول، يبقى في مراكز او في خسائر متتاليه، بس فكره انك تبقى في زي الجدول ترتيب الدوري الممتاز بهذه النتائج وانت مش بتكسب ولا مباراه حتى الان في الدوري، انا ما شفتوش قبل كده. هل ده حصل في التاريخ قبل كده؟ هو مؤسف جدا وضع الاسماعيلي الموسم ده، كنادي ليه تاريخ في الدوري من انديه مؤسسه للدوري موسم 1948 49 ال 11 نادي اللي لم يتبقى منهم غير الاهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري والاسماعيلي، هم الخمس فرق اللي كانوا مؤسسين للدوري ولسه مستمرين لغايه دلوقتي. الاسماعيلي اخر اربع مواسم والموسم ده هو الخامس، كان موسم 17 18 كان الثاني، وبعدين السابع، وبعدين ال 12، وبعدين 13 في الموسم اللي فات. وضعه سيء جدا، في 12 مباراه خمس تعادلات وسبع هزايم، لم يحقق اي فوز، ودي تعتبر أسوأ بدايه للاسماعيلي، وتفوقت او نقول ايه، بقت أسوأ من الموسم الأسوأ في تاريخ الاسماعيلي اللي هو 57 58. الاسماعيلي هبط في نهايته واحتل المركز الاخير في المجموعه الأولى، كان في مجموعتين كل مجموعة 8 فرق. الإسماعيلي لعب ساعتها 14 مباراة، حقق فوز واحد وست تعادلات وسبع هزايم. أول 10 مباريات ما حققش فوز خالص، وحقق فوز في الأسبوع ال 11. المرة دي ما حققش فوز لغاية الأسبوع ال 12، وكان في قصة الحقيقة لسبب هبوط الإسماعيلي موسم 57 58. يعني هو كان نادي القناة، كان اسمه ساعتها أو كان معروف باسم الأولمبي القناة او اولمبي الاسماعيليه، كان صعد دوري ممتاز موسم 53 54، وكان في سنه 57 كان في انتقالات بين اللعيبه بين الانديه، مش زي دلوقتي بقى في انتقالات صيفيه وشتويه، لا ده كان كل اربع سنين بيعملوا موسم انتقالات. فساعتها القناه بامكانياتها الماديه العاليه قدروا ان هم يستقطبوا عدد كبير من لعيبه الاسماعيلي، ابرزهم سيد ابو جريشه وصلاح ابو جريشه وبايدو وفتحي نافع واخرين، وغير كده في بعض اللعيبه برضو من اسماعيلي راحوا انديه تانية وبعض سافر، فالاسماعيلي ضعف جدا، وظهر جيل جديد لعب الموسم ده 57 58 بقياده لعيبه اشتهروا بعد كده، رضا وشحته والعربي وغيرهم من نجوم الاسماعيلي الكبار، بس ما كانش عندهم الخبره الكافيه ان هم يستمروا في الدوري، وحققوا موسم كان كارثي بالنسبه للاسماعيلي، نزل درجه ثانيه قعد اربع سنين بعدها لغايه ما طلع تاني، فده كان أسوأ موسم في تاريخ الإسماعيلي في الدوري. فأنت بتقول إن الموسم ده أسوأ كمان من أسوأ موسم لغاية دلوقتي. هو طبعًا إحنا لعبنا والإسماعيلي لعب 12 مباراة، لسه عنده 26 مباراة، هل تتحسن؟ عفوًا فاضل 22 مباراة. هل النتائج هتتحسن ويقدر يتقدم من المركز الأخير؟ هل إذا النتائج اتحسنت هيقدر يعدي آخر ثلاث مراكز عشان يستمر؟ ولا بص، هو الاسماعيلي طبعا لسه عنده فرصه كبيره، طبعا لسه عنده فرصه كبيره، بس هو لو مشي على نفس المنوال ده، لا طبعا الفرصه هتيجي منين؟ ما هو الفرصه بتيجي بالمجهود وبالاخلاص وبالنتائج يعني أكيد. لكن النتائج اللي ماشي بيها الاسماعيلي دي مستحيل توصله لغايه دلوقتي، مش يعني هو قابع في المركز الاخير. شيء صادم بصراحه. وما بين فوز وما بين تعادل وهزيمه وهزيمه وتعادل، وحتى المباراه اللي كان متقدم فيها 2-0 اتعادل ما كسبهاش، كان اول فوز ليه.